كنت هسأل حضرتك على ما هو الملف، لكن هو عوض قال لنا نقطة هامة جدا، ودائما مع أعضاء مجلس النواب يتحدثون عن عبء المحليات الذي من أبناء الدائرة ما يثقل عليهم. وطبعا أنا عارف أن كل النواب بيلبوا كل هذه الطلبات، لكن نفتقد المحليات والقانون الخاص بالمحليات وانتخاب المحليات، وننتظر رأي حضرتك. وده موضوع هو يمكن يعني عوض ما قاله لنا أنه سيتم التطرق إليه. طبعا البشاير اللي بتظهر هي من خارج القاعة كلها يعني بتأكد أن احنا ماشيين في الطريق السليم. قد يتأخر قانون ما أو قرار ما أو ملف ما نتيجة كثير من الفنيات داخل وزارة أو محافظة أو سلطة، حتى وليكن السلطة التشريعية. عندما نجلس جميعا مع بعض على نفس الطاولة تماما مثل المائدة اللي كان يعني الأسرة المصرية، إفطار الأسرة المصرية، نعم. عايز أقول لحضرتك يعني كم المحبة والود عندما نجلس جميعا كلنا مختلفين في الآراء، ولكن يجمعنا قاعدة واحدة هي المصلحة الوطنية. عندما نجلس جميعا ومصطلح الدولة الوطنية بالزبط. اللي بدأ الدول، أنا يعني حضرت يعني مؤتمرات صحفية بقى يقولوا احنا عايزين نطبق فكرة الدولة الوطنية اللي دعت ليها مصر ودعا ليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالتأكيد يعني المصطلح قوي، كلمة الدولة الوطنية. يعني لو نتذكر كده انه نرجع عدة سنوات كان الكلام كله عن العولمة، وان نعم. ان كل نعم. العالم كله قرية واحدة، وان بيتهيألي ما بنسمعش الكلام ده دلوقتي نعم. كتير. يعني ومن الدول الأوروبية والدول يعني الغربية إحنا وما إلى ذلك. عندما نتحدث عن الدولة الوطنية مصر هي النموذج. احنا بنتكلم على 7000 سنة، فما يعني مرت هذه الدولة بظروف تاريخية متنوعة وظلت صامدة بجيش قوي، بشعب لديه إرث غير لسانه غير دياناته غير ظروفه وعاداته وتقاليده، وظل مصر كل الثقافات يعني وكل الأسرة المصرية هي الأسرة هي النواة بتاعت هذا الشعب، المجتمع المصري، ثقافة وتاريخ. وعشان كده بقول الوعي هو الأساس. إحنا عندنا لدينا ما أساس قوي نبني عليه إرث تاريخي وثقافي. قلت لحضرتك كده لغات مختلفة، ديانات مختلفة، ثقافات، عادات، تقاليد، وده احنا النهاردة هو حاضنين لكل من يعني يتأثر ليس فقط في منطقتنا ولا إقليمنا ولكن على المستوى الدولي. والتاريخ بيؤكد ذلك. احنا عودا إلى سؤال سيادتك، النقطة الأساسية اللي بتطرح النهاردة هو احنا ليه متأخرين في المحليات لما بنقعد كلنا مع بعض. صح. طيب انا اقدر اساعد في حاجه، اذا كان في كوادر ناقصه انا اقدر اضيف الكوادر، اذا كانت في اجراءات معينه مطلوبه انا اقدر اساعد في الاجراءات. كلنا لدينا نفس هذه الرغبه. احنا قلنا ان احنا مرينا بمرحله انتقاليه لم يكن فيها برلمان، لم يكن فيها العديد من يعني اشكال الدوله الطبيعيه يعني التقليديه العاديه. فاحنا اليوم لا أصبح لدينا العديد من المؤسسات اللي كانت بتعاني، وبقى عندنا برلمان ورجعت تاني كافة مؤسساتنا، ولكن يتبقى عندنا نقطة أساسية هي نقطة المحليات. إيه اللي ناقصنا؟ فيبدأ الحوار يدور حول طيب فين قانون المحليات، إلى أي مدى وصلنا، كيف نسرع. بالتأكيد ثمرة أولى بشاير، خلينا نقول كده بشاير الخير، اللي يعني أنا متأكد أن الحوار سيكون مفتاح للعديد من القضايا التي للأسف الشديد توقفت. الحوار يعني كما تناقشنا حتى قبل الهوى أساسه هو الأكاديمية الوطنية للشباب، فالحوار بيقول يا شباب تعالوا ده بيتكم.